أعمالنا لا أمل فيها. هاي الأعمال اللي نقوم بها نحن لا يوجد بها أمل. وظيفة يجب أن نؤديها. كثير من أعمالنا ربما تكون مشوبة. هذه الصلاة التي نصليها كثيرا ما يرمى بها رأس صاحبها كما في الروايات، كثيرا ما لا يقبل منها ولا ركوع واحد ولا سجود واحد ولا كلمة واحد. هذه الأعمال، خدمة سيد الشهداء، خدمة أهل البيت، تمثل الأمل. الأمل الذي ينبغي أن يكون عندنا مضافاً إلى الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى، الأمل بهذه الأعمال. هذا يحتاج واحد يفتح حساب مع أهل البيت. الأمل في لحظات الاحتضار، الأمل في القبر، الأمل في القيامة، هذه تمثل الأمل. أنقل لكم هذه الرواية مختصرة. هذه الروايات التي أنقلها مذكورة في كتاب وسائل الشيعة في كتاب الحج. ينقل الراوي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه في حديث الإمام يقول له: رحم الله دمعتك. هذه الدمعة لها قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. أما إنك سترى عند موتك حضور آبائي لك. دمعته على سيد الشهداء هذه أثرها. ووصيتهم ملك الموت بك، ولملك الموت أرق عليك من الأم الشفيقة على ولدها. هذا هو أثر الدمعة على سيد الشهداء. هذا يحتاج أنه واحد يفتح حسابا مع أهل البيت، مع الإمام الحسين صلوات الله عليه، الحاج أغا حسين القمي رحمة الله عليه، معروف كان بذوبانه في أهل البيت، بولائه لأهل البيت. نقلت لكم بعض قضايا. كان يذهب إلى حرم سيد الشهداء صلوات الله عليه ويشعر باللذة من ذلك. مو بعضنا اللي شهر مرة نروح إلى الحرم ونريد أن نخرج سريع، يشعر باللذة. كان يطيل مع مسؤولياته وأعماله. أحيانا كان يطلع من الحضرة بعدين يقول ما ارتويت، مرة ثانية كان يعود إلى الحضرة. اللي بعض اللي كانوا معه كانوا يقولون إحنا بعد ما عدنا خلق، كانوا يروحون. كان يقول لهذا الذي معه: هذه هي الجنة. هذا شعوره كان، هاي هي الجنة. نشعر عندما نذهب إلى هذه الأعتاب بأنها هي الجنة. هذا هو الحساب المفتوح مع أهل البيت.